التدريب المهني على مراكز من أعلى مستوى. تكنولوجيا عالية. وعندنا كيف ما نخبيوش مراكز اللي يلزمها تأهيل وضعنا خطة شاملة على المدى المتوسط لتأهيل كل المراكز. درجنا 40 اختصاص في دليل التوجيه الجامعي موزعين على 14 ولاية، وهذا التدريب يجي ساهم في تغيير النظرة للتكوين المهني. انخفضت نسبة البطالة إلى 15.2، النسبة العامة ونسبة بطالة أصحاب الشهادة العليا إلى 31.4. برنامج السي في بي قام بدور كبير باش نواصلوا فيه، ولكن حاولوا باش نعوضوه تدريجيا ببرنامج صق التشغيل. نحبوا نركزوا على التكوين المهني، ولكن هذه كلها إجراءات ما تعوضش الإصلاح الجذري للمنظومة التكوينية.